بس في حاجة زعلتني قوي في النص، قطر الجواز. هو ايه يا سارة قطر الجواز ده؟ يعني انا طول ما انا عايشة وربنا يقدرني وانا قدها ان انا احاول اغير مفاهيم انا غير مقتنعة بيها في المجتمع، اصلية كسرت السن الجواز، اصلية كسر الـ30، كسر الـ40، مصطلحات بتضاف لينا ويقولك عادات وتقاليد وهي مش حاجة احنا مولودين بيها او ملزمين بيها، وهغيرها واحاول اغيرها وهشتغل على قد ما اقدر عشان اغيرها. يعني ايه قطر الجواز؟ ده مين اللي مصطلح، اخترعه؟ مين اللي عمل القطر ده؟ مش عارف. يعني بس هو مش شرط خالص، لان احنا دلوقتي بنشوف ناس كتير جدا بيتجوزوا في يعني في 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 سن مختلف. يعني في مين ناس اللي عمل الجواز سن ده؟ هو اللي رد عليهم لما قال لك اصليه فاتها قطر الجواز. في ناس قالت لهم ما هم احسن ما تركب قطر غلط وكل محطه تكلفها ثمن الرجوع اكبر. يعني مين اللي بيخترع قطر الجواز؟ ومين هو مين اللي مسؤول عن تصنيف سن الجواز ان هي عدت او ما هو عدتش؟ احنا عامة عندنا تصنيفات لسن كل حاجة. يعني ما يعني فكرة اصلا انه في وقت لازم تلحقه عشان تعمل حاجة، ولو ما عملتوش يبقى كده فاتك. الحاجة الوحيدة دي اللي انا احترمها هي وقت الخلفة، لانه مش بايدينا فيسيولوجيا وسايكولوجيا. يعني دي حاجة مش بايدي وبيولوجيا، يعني مش هتعرفي تخلفي بعد سن كذا، تمام، بس او ده في رينج ستات كبير تختلف قوي، عن مش ستات، يعني فاهمة لكن مش يعني الجواز. يعني الخلفة دي بايد ربنا حتى، بالظبط لكن كده. مش الجواز. الجواز ده مجتمع هو اللي بيحط فيه المعايير، لك يا حبيبتي عدت الـ30 ولسه ما اتجوزتش، الله يكون في عونها، 33. اصل الست لما ما بتتجوز، هو الست لما ما بتتجوزش بينقصها ايه؟ يعني بصي، كل حد بيبقى حابب او احسن له او يبقى مبسوط انه يبقى عنده كل الحاجات، يعني ولا انه يبقى يكون بحريته؟ ما هي بقى الفكرة، انا اللي بختار او انا اللي بشوف اللي يناسبني، ان ايه هي الحاجات اللي موجودة وايه الحاجات اللي مش موجودة دلوقتي، يمكن تبقى موجودة بعدين او يمكن انا مش عايزاها. يعني مش لازم كل حياة الناس تبقى شبه بعض، ومش لازم يبقى في رفرنس واحد بيقول انه عشان الواحد يبقى عايش حياة كويسة او حياة صحية لازم يبقى عنده 1 2 3 4. خدتي بالك في التقرير؟ انا هبدأ لك من الاخر للاول، انه اخر حد اخر راي معانا بيقول لك هم اصحابها بيواسوها بس، لكن انه الجواز جميل. وانه هو تفتكري هم بيواسوها ولا ممكن يكونوا فعلا بيحقدوا عليها؟ هما ممكن يكونوا هما شايفين ساعات كتير، الواحد بيبقى شايف الحتة اللي مش عنده محدش عاجبه حاله. بالظبط. يعني لو انا مخلفة وعندي اولاد كتير وتعبني وبجري وراهم وكده، فشايفة ان اللي ما عندوش المسؤولية التقيلة دي هو عنده حرية اكتر، عنده يقدر يستمتع بفلوسه اكتر، مش مضطر انه يعني كل حد شايف الجزء اللي ناقص من عنده. حقيقة الامر بقى كل حاجة في الدنيا فيها الحاجات الحلوة والحاجات طبعا الصعبة فيها، طبعا. وكل حاجة أنا عايزاها لازم بيبقى فيه قدامها مقابل. فهي الفكرة إنه تضحيات بتبقى مقابل ده sacrificing مش مثلا، لازم انه تضحيات، هي مسؤوليات، هي مجهود بيحتاج يتعمل. بس مش يعني تضحية. مش لازم نسميها أصل تضحية دي، عارفة تحسسك إن أنت انا ضحية. قضيت عمري كله وسط الحلل عشان اربيكم ده يا باي. احساس ضحيه كده. يا لا ريتك هو ما قضيتي برايس عمرك وسط الحلال ولا ربيتينا. مثلا فبتحسي انه يعني كده.